أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المجلس المحلي في مدينة قباسين شمال حلب يعلن تغيير برنامج ضخ المياه على قطاعة المدينة بسبب انخفاض مستوى المياه في الآبار التابعة له. وفاة 17 مدنيا بينهم 5 أطفال غرقا في المسطحات المائية شمال غرب سوريا منذ بداية العام الحالي وحتى 14 من حزيران وفق فريق الدفاع المدني السوري. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 9 عناصر من تنظيم يبجي في منطقة عمليات درع الفرات ونبع السلام شمال سوريا، وتحييد 8 آخرين من تنظيم بيكيكي في منطقتي هاكوروك وكلاولوك في شمال العراق. صفحات موالية تعلن مقتل النقيب في قوات الأسد حسن علي علي في بادية تدمر بريف حمص الشرقي. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يهدد باللجوء إلى القضاء لإغلاق مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إذا لم تتعاون مع السلطات بشأن ملف السوريين. المحكمة الأوروبية العامة ترفض طلب رئيس مجلس إدارة شركة أجنحة الشام للطيران محمد عصام شموط شطب اسمه من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي